ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، نفذ فلسطينيون عملية بطولية في مدينة نابلس بالضفة الغربية أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 2 آخرين. عملية بطولية فلسطينية تمكن منفذيها من الفرار بعد أن أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 2 آخرين، لتؤكد الأدلة وشهود العيان مساء أمس أن مركبة كانت تحمل على متنها مستوطنين إسرائيليين متطرفين من منظمة شبيبة التلال المعروفة بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ليتمكن الفلسطينيون من إطلاق النار على المركبة في محيط بؤرة استيطانية شمال غرب نابلس، ما أدى إلى إصابة 3 متطرفين إسرائيليين بجروح متفاوتة، لتعلن الصحة الإسرائيلية عن مصرع أحدهم لاحقا، ليخرج الفلسطينيون اليوم مسيرات حاشدة فرحا بنجاح العملية. ومن هذا الاحتفال نبرق بالتهنئة إلى أهالينا في نابلس أبطال الطعن في العملية الفدائية التي كانت بالأمس في الضفة الفلسطينية. نقول بأن الضفة الفلسطينية ستبقى رائدة العمل الوطني والإسلامي، سيبقى شباب الضفة هم المخزون الرئيسي للعمليات الفضائية، فكل التحية إلى أبناء شعبنا في الضفة، كل التحية إلى شباب نابلس ورام الله وأينما وجدوا هؤلاء الشباب. في أعقاب حادثة العملية البطولية حالة طوارئ واستنفار عسكري من قبل الجيش الإسرائيلي بإغلاقه لكل الحواجز والمناطق في مدينة نابلس واستدعاء قوات إسرائيلية كبيرة وجهاز الشباك الإسرائيلي وحملة مداهمات لبيوت الفلسطينيين واعتقال العشرات من المواطنين في سبيل البحث عن المنفذين. نابلس تؤكد بأن المقاومة في الضفة الغربية لازالت حية وستنطلق بشكل كبير، واعتقد أن هذه العملية هي تجاوز لكل ما وضعه الاحتلال في ملاحقة المقاومين، واعتقد أنها نجحت وما سيأتي سيكون أكثر. لم تكن هذه العملية الوحيدة التي ينفذها الفلسطينيون في الداخل المحتل، بل هناك الكثير من العمليات البطولية التي نفذت باعتبارها ردا طبيعي من الفلسطينيين على جرائم الاحتلال، خاصة في ظل التعقيدات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية في إدارة مصلحة السجون والتجديدات الأمنية في جميع مناطق الضفة المحتلة والقدس. لن ينعم الشعب الإسرائيلي وجيشه بالأمن والأمان والاستقرار، هذا مبدأ فلسطيني، حتى ينعم الشعب الفلسطيني بأرضه واستقلاله وعدل قضيته. عبد الهادي فرحات، قناة اليمن اليوم، غزة، فلسطين المحتلة.